السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة اطباق الحاجة فاطمة. لا تقدمنا البسبوسة السريعة بالشوكولاتة، نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. الناس غايولي ان شاء الله يجي ما شاء الله تك 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 صافي مشات. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. واش كنت في انجو؟ سالي تمرين. سالي ماما، مساء الخير. مساء الخير. يلا دابا طلبتو من ماما، دابا شنو تقدمي لنا هاد النهار؟ دابا ان شاء الله حيت طلبتو مني داك البسبوسه بالشكلاط كتعجب الدراري، ما شاء الله غنديروها باش هي ما كاينش الفرق كبير بينها وبين الاخرى اللي صوبنا. دابا نخليو الرابط ديالها في صندوق الوصف. هي كانت الاخرى هي قديمه وهذه دخلنا عليها تحسينات، كنديروا دخلنا عليها تحسينات. الشكلاط هادشي باش تعجب الدراري. دابا بلاتي اللي ما شافش القديمه غيلقى الرابط ديالها في صندوق الوصف، حيت كاين اللي غادي يجي يشوف هذه ما يلقاش القديمه. علاش كنهضروا القرابه ديالها ان شاء الله في لا لا، واغلبيه الناس دابا اللي كيدخلوا جوج ما كيقلبوش في القائمه ديال التشغيل، ما كيشوفوش الفيديوهات السابقين. داكشي حنا كنذكروهم باش الا سولونا عليهم. بسم الله. دابا كاين عندي كاس ديال دابا بلاتي، بما انه الكاس الناس كلشي كيقول لك واش كاس العنبه، وحنا داك المره قلنا بان الكاس خديت هذا الكاس كي على قياس الكاس ديال دانون خاوي. كان خوي دانون خاوي كان عمرو في هذا الكاس، جاني هو هذاك. دابا راه هذا معاك العلبه ديال دانون نفس العبار. اللي بغى يعبر مزيان بالدقيق يدير الحق ديال دانون، كيخوي دانون وكيعمرو بالزيت. كاس ديال دانون عامر بالزيت وكاس ديال دانون عامر بالسميده، المهم والكوك، المهم الى اخره. يلا قولي لنا المقادير. نقول المقادير دابا، هانت هي كاس ديال الزيت، ثلاثة البيضات، عندك جوج كيسان ديال الكوك. داك المره درنا كاس ديال الكوك، دابا غادي نديرو جوج كيسان ديال الكوك. العلبه ديال دانون فارغه. هذا كاس ديال السميده رقيقه، كاس السميده. هذا نسكوي او كاوكاو المر اللي موجود، سميتو كاوبيل حلو. كاوبيل حلو او المر بحال ولا ساشيه. هذا دانون ديال الشكلاط. هذا سنيده، هي غادي نستعملو 3 المعالق حتى 4 المعالق كبار، حيت الشكلاط ديجا عندنا حلو، حيت الشكلاط حلو. هادي فانيليا، وهادي جوج خمارات حمرين، واحد شويه د الملحه. دابا هذا الكاناج، الشكلاط باش ندير الكاناج مع الحليب، كاس الحليب ها هو. شحال ديال الشكلاط؟ شي 50 غرام لا كثر، شي 100 غرام. ميه غرام تسقين على حسب شحال ما بغيتي. بغيتي 100 غرام 150 غرام؟ انا ما اظن دابا هذا وقيلا راه فيه 150 غرام. لا دي كتكون فيه تقريبا شي 100 غرام. 100 غرام ما عرفتش، والله ما عرفتش، دابا عيني ميزاني ما عرفتش. المهم غادي نديرو بعدا كاس الحليب، بعدا كاس ما غاديش نخدمو بهذاك الكاس كله ياك. الكاس عندي غير يعني شويه، لا نقدر نخدم به كله، نقدر ياك حط سقه مزيان. انا نجبد الكاس ماما لا تمريم ماما، دابا خلينا نخدموها الجوا. هانتيا دابا غادي نديرو دابا القهوه ديال سريعه الذوبان اللي بغى يزيدها في الكناج يزيدها. اللي ما احنا ما كنديروهاش، ولكن ملي كنبغيو نديروها كنديروها للمعلومات فقط. يلا نبداو. بسم الله نبداو. البيض، يلا دابا 3 البيضات. بسم الله لا اكبر حيل عندي بحال الفراج الدبحي كنقول بسم الله لا اكبر، كتبغي ترسل البيضة كتقولي بسم الله لا اكبر. ماشي بصح ولا كضحكي ماما؟ لا بصح كنقولها من بنتي زمان. كتخاف دابا يكون فيها شي فروج ولا؟ لا ما فيهاش الفروج، غير كان كنقولها حيت بحال حيت فيها كتكون الفروج، كتقولي بسم الله لا اكبر، كتكون البركة. بسم الله أما ثلاثة البيضات. مري ما تخليكش خدمي. مري بتضحك. كضحك. تتفيلم شي فيديو ديالها حتى أنا عاد نبقى نضحكها. بسم الله. هذا كاس أي كتجمع لك. كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت. دابا درت الزيت وغندير سنيدة ثلاثة المعالق. أو 4 على حسب الذوق، اللي بغى ينقص ينقص، اللي بغى يزيد يزيد. باش ما تجيش حلوة بزاف. أييه.
قال نيشان ها ما هذوك نيشان وصل معاك وغادي ندير هذيك فانيا باش باش ندوب مع البيض هادي شتي هادي فانيا 7 غرام هادي باش ندوب مع البيض دابا غادي نطرب مزيان بحال هكا هذا شويه الملح ها ها هاي صافي الملح هذا ندير الكاوبيل المغربل ضروري تغربل باش ما يبقاش في داك اي راه غربلتو بسم الله نسقف داك الملح معليش هو باش يعطينا داك اللون يهرس لنا داك اللون الصفر ديال باش تجي كلها كحله اه وداك الكاسه ديما باني باش ما تبقاش داك الزفر ديال البيض اه اللي بغى اللي بغى اللي بغى الكاكاو المور غادي يدير ساشيه دانون هذاك راه كنصوبو حتى شي مره نديرو الطريقه ديالو ديال هذاك الدانون ديال دانيت الطريقه ديال من البدايه انا كنصوبو حتى ان شاء الله نديرو الطريقه ديالو وشنو عقل دابا كنا دابا خلينا في البلدي هنا في البلدي ندير دابا السميده ان شاء الله غادي نعبرها في هذا الكاس اللي هو قد حق ديال دانون حق ديال دانون راه كيعبر 110 غرام ولكن بما انه القوام ديال المحتوى ما كيكونش بحال بحال فيعبروا في العلبه ديالو اي كاس قلنا الاختلاف اللي كاين ما بين البسبوسه الاولى وهذه ديال الشكلاط هو انه البسبوسه الاولى فيها جوج كيسان السميده وكاس ديال الكوك وهذه فيها جوج كيسان ديال الكوك وكاس ديال السميده وهذه بالشكلاط والاخرى بالليمون بالليمون دابا غادي ندير الكوك نعبر المحتوى بهذه بهذا الكاس دابا غير بين ارمينا العلبه ما حنا نعبروا بها نيشان غادي ندير هاد هكا نعاود نعبر الكاس اخر صافي هي هذيك ماما راحت حنا عبرنا جوج كيسان ها وزيدي داك شويه عبرنا جوج كيسان نيشان شي حاجه عبرنا جوج كيسان نيشان هذا مازال لاصق انت ما عمرتيش الاول تاع الخم كانت فيه كاس كانت فيه هنا بعبر هنا باش يشوفوه الناس مباشره غادي ندير هاد الخميره تاع مغربله نديرها مع الكوك والمول هو راه بحال ديال بحال ديال داك البسبوسه الاولى مدهون مدهون بالزبده ومرشوش بالفرص او الكوك او يا ربي السميده اللي بغا ماشي ضروري هي كتجي زوينه فن كتعجب الدراري انا ولاد بنتي ديما تنصوبها لهم كتعجبهم تنصوب لهم هذه ديال الشكلاط الدراري كلهم كيعجبهم داكشي ديال الشكلاط تاع الشكلاط كنديرو الاخرى كيديروها للمدرسه حتى راه كتبقى زوينه واخا تبات ما كيطرى ليها والو حدا كتبرد وهي كتزيان خصوصا هادي ديال الشكلاط كتحتفظوا بها في الثلاجة ما ندخلوها للفرن ان شاء الله ونصوبوا الكاناش انا غير داك المعلقه اللي ديتي هاد الشكل غنديرو هنا ندير عليه الحليب باش يذوب اييه ياك كتصوري صافي مزيان اه كنصور دابا فوق النار وغنبقى مهيله ونبقى نحرك شويه بشويه هكا هو غادي يسخن هذاك الحليب ويذوب معاه داك الشكلاط وغادي غندخلها للفران دابا نشوفو احنا نمشيو نشوفو الفران يلاه نمشيو نشوفو هاتين الجبن ديال
في الوسط. نشوفوا غير النار. هي النار مويان مويان، ما كتكونش ناقصه بزاف، راه كتكون شويه زايده بحال هكا صافي. صافي نخليوها دابا حتى تبدا تبان لك داك الذهبيه في الحمريه في الجناب. الجناب ديال تتورينا ماما شي نهار الطريقه ديال الخبز. تتورينا الخبز ديال الدار. هو الخبز ديال الزرع. تتورينا ماما شي نهار الفيديو ديالها ان شاء الله. واخا دابا طبت. ها هي قالت هي واش دات كرافتيتي حشيتي تبغ وي وي شوف قبيله فاش كانت باغا نعبطها قصيها فاش قصها واجده دابا نخليوها دابا تبرد شويه عاد نديرو لها الشكلاط باش ما يذوبش بكثر من القياس. ماما راه كتخدم لا ما تسناك ما تسناكش الا ما صوبتش لا ما تسناك. يلا مامتي كنتقوب هاد الكوردون. هاو دابا هو الشكلاط داب ياك هو معاك حل ما كيبانش. هو كلو كنتقها بحال هكا باش كندخل لها الشكلاط. باش كتشرب داك الشكلاط كامل كتشرب داك الشكلاط. كندير لها هاد القناش مع القرامة تزلكها بشوية بشوية. كبي كبي من هذاك نيشان باش تشوفي مزيان شحال قدك هكا باش تشوف مزيان. بالنسبة للديكور راه كل واحد كيزينها باللي موجود. بما انني انا كنصوبها بزاف فداري انا غادي ندوز لكم واحد الصور من الارشيف عندي غيظهروا دابا على الشاشة. باش تاخذوا فكره على على الزواق ديالو باش ما بغيتي كتشوفيه. انا كنفضل القط حيت هي فيها الكوك. كنت دابا عطينا الزواق العادي القدر المستطاع على قدي انا على قدك. عطى على الزواق. حنا دوزنا دابا الصور باش الناس اللي بغاو ياخذوا فكره على التزيين ديالها. كاش ماشي حلوه بزاف صافي بارك يعني. اللي باغي يزيد يسقيها بزاف يسقيها، اللي باغي شويه شويه ماشي مشكل. دابا ترشيها بالكوك شي موسى مريم معفك باش تحلها شي طبيصيل نحلها دابا الا بغيتي. قتلتي مريم بالضحك هاد النهار ما كتمشي جات ليك هكا كتبغي البروتوكولات صافي داكشي نيشان زعما حتى غدا نفطرو بيها. دابا ماما اش ما كتخينيش تنبدا ما فهمتش علاش. يلا ماما هادي اللي كنتسناها انا نذبحها ولا شنو؟ طينا ماما الله يعطيك الصحة. بسم الله هكا بسم الله. وما تقطيش عوج بحال داك المرة، راه داك المرة جبتي ال هي نعاس ما عرفتش كانت كنشوفش. زهرة كتجي فنة. هذه ديال الشكلاط كتعجب الدراري. كتعجب الدراري. يمكن كاع تنوعي ديري منهم جوج الاخرى العادية وهذه الشكلاط وتحطيهم بجوج. كتحطهم في الطبسيل ديالها كتجي واعرة. ما فيهاش مقادير بزاف متنوعة الجميع. تقدر ديريها من حتى ما كانش هذا تقدر ديريها في واحد ديال الالومنيوم ولا ديال الانوكس ضروري ديال الجاج. ما الصراحه انا كنديرها هنايا ولكن عمرني ما جربتها في الانوكس. شفتي واش طابت واش اييه وحتى باش حكت زول دغيا لا او تفرشي لها داك زعما كنا ما كانش كاع ديال الجاج. ما عرفتش انا كنديرها في هذه ديال الجاج عمرني ما جربتها في الاخر. باش نجيبو شي طباسيل كبير طباسيل كبير نسيت
اللي بغى يسقيها بالشكاط مزيان باش تجي مع الكامل الداخل اللي يزيد يتقبها ويسقيها مزيان. انا غير ما بغيتش نسقيها بزاف باش ما تجيش ماما الله يعطيك الصحه الصحه وراحة. شكرا شكرا على واجي هذا حلينا وحيده بسم الله. هنا سيس يا غزالة شافي كتجي زوينه هذه غالبه عليها الكوك الاخرى بسميده وهذه بالكوك هذه فيها جوج كيسان ديال الكوك هذه فيها جوج كيسان ديال الكوك وفيها جوج كيسان ديال الكوك كتجي فتيتيا وفي هذاك الشكلاط صراحه شكرا مامتي صراحه الله يعاونك شكرا على واجهي. وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء.